يعني طبعا استاذ احمد احنا قلنا هو سؤال افتراضي لانه بعد مبكر جدا افتراض هذه الصوره، لكن لو ذهبنا معك الى افتراض صوره تنهار فيها نفوذ الميليشيات بالكامل في العراق ويتحول العراق الى دوله مستقله فعلا عن النفوذ الايراني وينكفى، هذه الحقيقه ستمثل كسر كبير جدا لسلسله السيطره. الطريق البري قلت لك الممتد من طهران الى بيروت ستكسر في حلقه اساسيه منه، وستعود إيران إلى الوضع السابق لما قبل داعش. يعني ما قبل داعش كانت هاي المناطق بأكملها اللي هي مناطق الأنبار والمناطق الغربية محرمة بالكامل على النفوذ الإيراني وميليشياته أو أحزابه أو قواه، ما كان أكو يعني ما كان حتى يجرؤ أحد أن يحلم بأن تكون هناك ميليشيات إيرانية أو ميليشيات تابعة لإيران في الأنبار أو في الموصل أو في صلاح الدين. داعش ومجيء داعش مكن هذه الصورة التي نراها حاليا وهي النفوذ المستشري لهذه الميليشيات في تلك المناطق، وبالتالي مكنها أيضا من الإشراف هذه الميليشيات على مناطق أيضا لم تكن تحلم بها في الداخل السوري كالمناطق اللي ذكرناها البوكمان والميادين ودير الزور وغيرها من مناطق شرق الفرات. فبالتالي لو حصل وتحققت الصورة اللي أنت ذكرتها حضرتك واستطعنا في العراق أن نطرد النفوذ الإيراني، لا طبعا أكرر على قضية مهمة، لو حصل هذا في العراق سيكون جهد عراقي خالص لا فضل فيه لا لأمريكا ولا لأي دولة أخرى. نعم ربما دول كثيرة في المنطقة ستنتعش ستدعم سرا أو علنا هذا التوجه، لكنه إذا حصل سيكون عراقيا خالصا. والأجمل منه أنه عندما بدأ لن يبدأ في مناطق غرب العراق والمناطق السنية كما يتوقع، بل سيحدث أول ما يحدث في المناطق الشيعية في مناطق جنوب العراق، وهذا ما يحدث. يعني ما قامت به انتفاضة تشرين أصلا هو إثبات بأنه الرفض لإيران ليس رفضا طائفيا ليس رفضا قوميا، هو رفض وطني شامل ممتد من أقصى شمال العراق إلى أقصى جنوب العراق، سوى أنه جنوب العراق كان هو المنطقة الرائدة طلائع الرفض بدأت من هناك وربما ستنتشر خلال الفترة القادمة كما نتوقع وكما نأمل جميعا.